دكتور إيش هو الضغط الطبيعي عادة؟ أهم نقطة اللي عمره فوق 60 لا تتوقع ضغطه يكون 120 على 80، بالعكس أنا بعتبر هذا هبوط. أفضل ضغط للي عمرهم فوق 60 يكون تقريبا 150 على 90، ما تزيد عن ذلك ولا تقل. باللي أعمارهم أصغر من ذلك 130 140 على 80 90، أيضا في السليم. فبطلنا إحنا نحاول ننزل الضغط للكبار بالعمر، لأنه طبيعة الأوعية الدموية تتصلب كل ما تقدم العمر، والطبيعي في الضغط في هذه الأعمار أن يكونوا 150 على 90.